السلام عليكم. الوغ غادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا في التقديم التصحيح ديال تمرين الفيزياء من مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة بوجدة لسنة 2015-2016. إلى تبعت معايا في التقديم السابق، كنا صحينا الأسئلة الأولى، السؤال رقم 11 12 13، وكنا توقفنا في السؤال 14. دونك كملاحظة فقط، فبالنسبة لهذه المباراة، يعني بالنسبة للآلة الحاسبة مسموح باستعمالها، حيث بعض المباريات سيرتو في فيزيك شيمي مباراة كلية الطب والصيدلة يعني كيمنعوا عليك باش تخدم الآلة الحاسبة. دونك هنا الآلة الحاسبة مسموح باستعمالها. على بركة الله كنا وصلنا للسؤال 14، الكهرباء. دونك في تبيانتي التركيبتين التاليتين، يعني سيركوي نيميرو 1 و دوزيام سيركوي، لدينا أعطينا المعطيات. دونك لا ريزيستانس، المقاومة R كتساوي 10 كيلو أوم. لي كاباسيتي، يعني السعة ديال المكتفات، سي ان، سعة المكتف سي ان هي سي ايتيغال ان ميكرو فاراد، و سي دو سعة المكتف رقم جوج هي تخوا فوا سي، يعني تخوا فوا ان ميكرو فاراد اللي هي تخوا ميكرو فاراد. سي بون، دونك هنا تروا ميكرو فاراد. اي القوة الكهرومحركة للمولد، مولد مؤمثل للتوتر، هي 6 فولت. المكتفات غير مشحونة بدئيا، يعني في اللحظة دي كتساوي زيرو. نغلق قطع التيار، دونك كنغلقو قطع التيار في الدارتين من أجل شحن المكتفات اللي هي في اللحظة دي زيرو، يعني مفرغة. لي كوندونساتور سون ديشارجي في لانستون تي ايكال زيرو، عاد ابخي كندير لهم لا شارج. فوالا. دونك الاقتراحات، قالوا لنا مباشرة بعد غلق الدارة تكون شدة التيار منعدمة، ام تساوي القيمة 0.6 ملي امبير. دونك نتأكدوا من هاد القيمة ديال شدة التيار بعد غلق بعد غلق الدارة رقم واحد. حنا خدامين في لو سيركوي نيميرو 1، دونك كما كتلاحظوا معايا السيركوي 1 كيتكون من جينيراتور دو طونسيون كونتيني، من ريزيستانس، من الكوندونساتور دو كاباسيتي سي، وعندنا دو ريزيستانس ايدنتيك، يعني دو كونديكتور اوميك دو ميم ريزيستانس سون ايدنتيك. الوغ لوسكون باسكي لانتيريبتور فهاد البوزيسيون، يعني اون فيرم لانتيريبتور، اون دوا شارجي لو كوندونساتور. سي بون. الوغ انيسيالمون، يعني في اللحظة كما كتلاحظوا معايا في السيركوي نيميرو 1، يعني الانستون تي ايكال زيرو، ا تي ايكال زيرو، ا تي زيرو ايكال زيرو، عندنا لي كوندونساتور ديشارجي، يعني لا تونسيون اونتخ لي بورن ديال هاد الكوندونساتور سوا في السيركوي 1 ولا في السيركوي 2 كيساوي 0 فولت. وكنعرفو بأن فاش كيكون طونسيون اونتخ لي بورن الكوندونساتور 0 فولت، لانتونسيتي دو كورون في هاد لانستون كتكون ماكس، كتساوي اي ماكس، لي كتساوي لا فورس الكتروموتريس، القوة الكهرومحركة، على لا ريزيستونس ايكيفالونت. دابا حنا خدامين في السيركوي نيميرو 1، لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال لي دو ريزيستونس برونشي اون سيري، يعني تساوي لي هي ار1 بلس ار2، بويسك هاد لي زير ايدنتيك، يعني متماثلين، دونك هي دو زير او سير ار1 بلس ار2 اللي هي 2 فوا ار. الا درنا لابليكاسيون نيميريك، عطينا هي 6 فولت، او ار عطينا هي 10 كيلو اوم. دونك جوج في 10 هي 20 كيلو اوم، باش نحولو الاوم نضربو في 10 اس 3. الوغ اي 0 الانستون تي 0 كيساوي 0، دونك كتطبيق عددي غادي نلقى 3 فوا 10 بويسونس موان 4 سكوند. دونك هنا قالولنا بان يعني الكالكولاتريس نون بروغرامي اي توتوريزي دون سو كونكور، يعني مسموح باستعمالها، كدير لابليكاسيون ديالك كتلقى 3 في 10 اس ناقص 4. دونك الا لاحظتوا معايا الاقتراح ا خاطئ، حيت قالولنا بان الشده منعدمه في اللحظه تي زيرو عند غلق الداره، والاقتراح بي ايضا خاطئ، حيت عطينا اي ماكس اللي هي اي زيرو 0.6 ملي امبير. الوغ حنا لقينا 3 فوا 10 بويسونس موان 4، دونك لي دو بروبوزيسيون ا اي بي سون فوس. Voilà, un deuxième proposition si. Je vais vous donner la proposition si. الشحنة النهائية للمكتف في الدارة دائما في السيركوي نيميرو 1، قالوا لنا بأن الشحنة النهائية كتساوي 3 ميكرو كولوم. دونك يعني في الريجيم بيرمانون، اش كنقصدوا بالريجيم بيرمانون؟
الريجيم بيرمانون هي واحد لانستون، يعني لانستون توتال ديال لا شارج الكوندونساتور اللي كتساوي دلتا تي باش نشارجي الكوندونساتور توتالمون، هي 5 فوا طو اللي هي 5 فوا ار سي. الوغ فاش كنوصل لهاد لانستون يعني كنوصل لو ريجيم بيرمانون، الكوندونساتور غادي يكون شارجي توتالمون. الوغ لا شارج ماكسيمال يعني الشحنة القصوى اللي غادي تكون وصلات هاد الكوندونساتور في هاد لانستون في لو ريجيم بيرمانون هي غادي تكون هي سي، كنعرفو بأن اون جينيرال كي كيساوي سي فوا اي سي، الوغ كي ماكس هي سي فوا اي سي ماكس، اي بيان سور اي سي ماكس هي اي، هي لا فورس الكتروموتريز للجينيراتور. الى درنا لابليكاسيون نيميريك كي ماكس كتساوي سي فوا او اللي هي 6 فولت، 6 فولت والكاباسيتي عطينا 1 ميكرو فاراد اللي هي 10 بويسونس 10 بويسونس موان 6 فاراد اللي هي 6 ميكرو فاراد، وهما قالوا لنا بان الشحنه النهائيه للمكتف هي 3 ميكرو بليتو ماشي ميكرو فاراد كولوم، دونك ميكرو كولوم حيت الشحنه سي بون، دونك كتخالف الاقتراح اللي عطينا اللي هي 3 ميكرو كولوم، دونك لا بروبوزيسيون سي اي فوس ديجا فوس. دابا غادي نشوفو البروبوزيسيون دي، حاولو نقراو البروبوزيسيون دي. الو في الدارة جوج، دابا حنا غادي ندوزو لدوزيام سيركوي في الدارة جوج، عند النظام الدائم قالوا لنا في الدارة رقم جوج عند النظام الدائم التوتر بين مربطين مكتف دو السعة سي اثنان هو جوج فولت، يعني في النظام الدائم يعني في لا شارج توتال، يعني دايما حنا في هاد في لوريجين بيرمانون في لانستون ديال 5 طو. قالوا لنا بأن التوتر بين مربطين مكتف سي جوج هي جوج فولت. الوغ كنعرفو بأن إلا لاحظتو معايا لي دو كوندونساتور سي ان اي سي دو برونشي اون باراليل على التوازي صافي، الو عندهم ميم طونسيون. علاش؟ حيت هاد لي دو بوان مثلا الا سمينا هادي البوان ا وهادي البوان بي، الو طونسيون اي سي دو اللي هي اللي هو اي ا بي غادي يساوي طونسيون اي سي دي باغ اكزومبل اللي هو لا طونسيون اي سي ان، حيت هاد لي دو بوان عندهم ميم بوتونسييل الكتريك، في ا ايتيغال في سي، في بي ايتيغال في دي، وكنعرفو بان اي سي دو هي في ا موان في بي ديفيرونس دو بوتونسييل، و اي سي ان هي في سي موان في دي، et puisque VA égale VC et VB égale VD, alors la différence qui est con égo, c'est-à-dire UC1 qui est saoui, UC2, au final dans le TM, on va dire qu'on qui est saoui la valeur de la force électromotrice du générateur. Donc, les tensions qui est saoui, les ouest sa vote. On va faire le terrain, il y a 2 votes. Donc, fausse, proposition fausse. عندنا لا بروبوزيسيون او، حاولو نقراو بروبوزيسيون او، لتفريغ مكتف بسرعة بوغ ديشارجي هاد الكوندونساتور رابيدمون نستعمل موصلا اوميان ذو مقاومة ضعيفة. الو المدة اللازمة لشحن وتفريغ المكتف كليا قلنا هي 5 طو، بريسك 5 طو، و طو هي ار سي في ديبول ار سي، طو هي ار سي. الو باش يكون هاد المدة وجيز في التفريغ خاص تكون لا ريزيستونس صغيره، اون تيان كونت الكوندونساتور كونستانت، يعني غادي نخليو الكوندونساتور كونستانت وغادي نهبطو من ريزيستونس، يعني غادي نغيرو الكونديكتور اوميك ار ان اوتر كونديكتور اوميك ار دو ريزيستونس بلو بتيت بور ديمينيي لو طون دي شارج دو الكوندونساتور. دونك بروبوزيسيون جيست باش نفرغو المكتب بسرعه يكفي اننا نبدلو هاد الموصل اومي بموصل اخر ذو مقاومه ضعيفه، حيت الا شفت دلتا تي و ار سي ديريكتومون بروبورسيونيل، الا ارتفعت ار كتزاد دلتا تي ولا نقصات ار كتنقص دلتا تي، دونك جيست بروبوزيسيون جيست. اي فوالا الوغ غادي ندوزو لا كيستيون 14 بليتو 15، كيستيون 15 دونك نعتمد دائما على نفس معطيات السؤال، يعني كيبقاو نفس معطيات السؤال 14. بروبوزيسيون ا في الدارة رقم جوج في السيركوي دو نيميرو دو، وعند اللحظة تي كتساوي 6 طو، دونك إلا شفنا 6 طو راه حنا في لو ريجيم بيرمانون، حيت باش نوصل لريجيم بيرمانون باش نشارجي توتالمون كوندونساتور قلنا خصنا دلتا تي كتساوي 5 طو، ألوغ هنا عندنا 6 طو، 6 طو سيتادير راه حنا في هاد لو ريجيم هذا.
Donc, variation de la tension ici entre les bandes de condensateur en fonction du temps, de volts. C'est une fonction croissante, exponentielle croissante. Qu'est-ce qu'on met deux régimes? Le régime transitoire et le régime permanent. Alors, on a 6-5 temps. Je pense la valeur de E. La valeur de l'IS-T-Volt. L'IS-T-Volt. On a 5 temps. Alors, on a, quand tu vois, je dois faire de l'automne les 5 temps. Appelé 6 fois temps. Donc, on a le régime permanent. Alors, on a le régime permanent. L'énergie stockée ou bien emmagasinée dans le condensateur est 1,8 10 puissance moins 6 joules. Donc l'énergie électrique totale ou bien maximale le régime permanent emmagasinée dans le condensateur est 1 demi fois la capacité fois E au carré. Et là, dans notre situation, on a dit 1 demi. Fait le motif de CSC. Donc, الطاقة المخزونة في المكتيف دو سي اس او اصلا غادي يكونوا نفس الطاقة المخزونة حيت غادي يكون عندهم ميم طونسيون بليتو، ولكن الكاباسيتي مختلفة، ما غاديش تكون ميم انرجي حيت عندهم ما عندهمش نفس السعة. دونك هنا كنهضروا على الكوندونساتور دو كاباسيتي سي ان، والسي ان في المعطيات عاطينا لا فالور ديال 1 ميكرو فاراد اللي هي السي، هي في المعطيات 1 ميكرو فاراد اللي هي 10 بويسونس موان 6 فاراد فوا 6 أس 2 كتطبيق عددي غادي نلقاو 1,8 فوا 10 بويسونس موان 5 جول، وما في البروبوزيسيون عطينا 1,8 10 بويسونس موان 6 جول، دونك سي فوس بروبوزيسيون فوس. سي بون، غادي ندوزو البروبوزيسيون بي توجور في لا كيستيون 15 لا بروبوزيسيون باش كتقول لنا ثابتة الزمن للدارة جوج. يعني ثابتة الزمن لا كونستانت دي طون في الطو ديال الدارة جوج قالوا لنا كتساوي النصف ديال ثابتة الزمن الدارة واحد. غنحاولو نحسبوها. غادي نبداو بالسيركوي لو سيركوي نيميرو ان، لو سيركوي نيميرو عفوا، دونك قلنا سيركوي نيميرو ان الى حسبنا طو ان اش كتساوي؟ Il y a la résistance équivalente, il y a les deux résistances, la résistance équivalente fois la capacité C. La résistance équivalente, il y a les deux résistances branchées en série, les mêmes résistances identiques, il y a de R fois C. C'est-à-dire une seule temps 1. De l'ordre des autres, deuxième série, il y a un circuit numéro 2. Circuit numéro juge. طو دو كتساوي ار، عندنا ريزيستونس وحده فوا الكاباسيتي، يعني الكاباسيتي ايكيفالونت ار فوا سي ايكيفالونت، عندنا لي دو كاباسيتي يعني سعتين مركبتين على التوازي. الوغ الا بغينا سي ايكيفالونت ديالها هي سي ان بليس سي دو. الا رجعت للمعطيات عطينا سي ان هي سي و سي جوج هي 3 فوا سي، دونك ايتيغال ار فوا 4 سي. Et si plus 3C. Alors si 4, RC. Donc, de là, on a une natige. On a une quand on se lobe N, taux 2, taux 2, qu'est-ce que c'est DF, delta 1. Taux 2, qu'est-ce que c'est DF, delta 1. Au fil de proposition, on a une vitesse de zaman, taux 2, qu'est-ce que c'est NSF, ta vitesse de zaman, taux 1. La proposition, là, on a une taux 1. Et T2 qui est 1 demi delta 1. Donc c'est fausse, proposition fausse. L'essai ou T2 qui est delta 1. On va voir ici, proposition C. Prima s'habitat de zaman. Prima s'habitat de zaman de 5 millisecondes. On va voir ce qu'on va dire. On va voir ce qu'on va dire. Donc on va voir ici. Prima s'habitat de zaman de 5 millisecondes. Yani T1. On va déjà dire que c'est 2. Fois R, fois capacité. C'est bon? Les y a 2. R, il y a 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Et là, on va faire l'ohm, on va faire l'ohm, on va faire l'ohm. On va faire 10 puissance moins 6 farad. Les y a 1 microfarad. C, il y a 1 microfarad.
Il y a 10 puissance moins 6 farad. Là, il y a 2 fois 10 puissance moins 2 secondes. On m'a fait une proposition, il y a 5 millisecondes. Donc, c'est fausse. Proposition fausse. D. Proposition D. Fait d'ara raqm juge, il y a le deuxième circuit. La deuna fait kulli l'hda, Q, il y a la charge du condensateur numéro 2, qui s'est 3. Fois la charge du condensateur numéro 1. Q1, qui est le motif de CAC1, ou Q2, qui est le motif de CAC2. Donc, nous avons dit que les deux condensateurs, le régime permanent, ont dit qu'on a la même tension. C'est-à-dire IC1 qui s'est ici. Nous avons dit que IC1 qui a Q1 sur la capacité C1 qui s'est Q2 sur la capacité C2. Donc, on va calculer la Q de la charge Q2. Je vais calculer en fonction de Q1, canal de C2, j'ai encore. Il y a Q1 sur C1 implique Q2 qui s'est C2. Je vais calculer C2 la capacité C2 sur ma taille. Je vais calculer 3 fois C. Donc, c'est 3 fois C fois Q1 fois C1 et C. On simplifie la capacité que tu prennes la Q juge. Je vais calculer 3 fois Q1. Donc, juste. Proposition juste. Donc, le job sahih ou D. Q2 qui est 3 fois Q1. Proposition E. Fini dans DM, yani le régime permanent. Il y a le motif qui est à Sarraf. Le motif, le mokafi, le mokatif, il y a une dossier à C1 ou C2. Il y a qui est à Sarraf. Comment c'est l'homme? Donc, fini dans DM. هاد المكتف المكافئ الى جمعنا هاد المكتفين كيكونوا في النظام الدائم كيكونوا مشحونين يعني كليا، وبالتالي فاش كيتشحنوا كليا ما كيبقاوش يستقبلوا لي شارج، دونك يوليو كيتصرفوا كقطع تيار مفتوح كوم ان انتربتور اوفر. علاش؟ حيت قلنا وصلوا لواحد النظام الدائم اللي استقبلوا الماكسيموم ديال لي شارج، ما بقاوش غادي يستقبلوا لي زيليكترون او بيان لا شارج الكتريك، الوغ كيوليو كيتصرفوا كقطع تيار مفتوح وليس كموصل اومي. دونك بروبوزيسيون فوس. فوالا غادي ندوزو السؤال رقم 16. سؤال 16 لا كيستيون 16. الو، قالوا لنا تردد الصوت المسموع يتراوح ما بين 20 كيلو هرتز و 200 كيلو هرتز. الو، فإذا رجعنا للدرس ديالنا قلنا بأن الفريكونس ديال لي زوند سونور اوديبل، يعني لي زوند يعني الموجات الصوتية المسموعة، كتتراوح ما بين 20 هرتز، 20 هرتز، 20 كيلو هرتز، أونتخ 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. ألوغ هنا البروبوزيسيون فوس، لا بروبوزيسيون أ إلي فوس. غادي نشوفو البروبوزيسيون بي. في دارة RLC في هاد السيركوي RLC، حيث الخمود يعني لامورتيسمون فيبل، الخمود ضعيف، قالوا لنا بأن شبه الدور البسودو بيريود كيساوي البيريود بروبر. يعني واش البسودو بيريود؟ بسودو بيريود تي زيرو واش كيساوي تي؟ شريطة ترى عندنا هنا لا ريزيستونس، سيتادير عندنا الخمود، وبالتالي فاش كيكون عندنا الخمود كنقولوا بان تي زيرو حنا كنعتبروها ايتيغال بريسك تي، ماشي كتساوي، دونك ابروكسيماتيفمون كنقولوا بانها كتساوي. دونك البروبوزيسيون هنا قالوا لك شبه الدور يساوي الدور الخاص، دونك فوس. بروبوزيسيون فوس، خاطئه، ماشي كتساوي، كاينين تقريبا كتساوي. فين كتكون تي زيرو كتساوي تي كتساوي لا فالور دو بي غاسين ال سي، هادي في الديبول ال سي ايديال، يعني في دارة ال سي مثالية. دارة ال سي مثالية فاش كتكون فيها لا ريزيستونس توتال ايتيغال زيرو، ما كايناش لا ريزيستونس الكونديكتور اوميك وما كايناش لا ريزيستونس انترن لا بوبين، وبالتالي كيكون عندنا نظام دوري لو ريجيم بيريوديك. هنا اللي كتكون تي زيرو ايغال تي. بروبوزيسيون سي، الموجات فوق صوتية موجات ميكانيكية، يعني لي زوند التراسونور سون دي زوند ميكانيك فري. جيست قلنا بأن الموجات فوق الصوتية هي موجات ميكانيكية، كتصنف الموجات الميكانيكية. لماذا؟ لأن الموجات الميكانيكية تحتاج وسط مادي مرن لانتشارها، وهنا الوسط المادي مرن لانتشار الموجات فوق الصوتية هو الهواء، لا
عكس الموجات الضوئية التي تنتشر في الفراغ. فقط الموجات الضوئية هي اللي كنسميوها موجات كهرومغناطيسية. دي طاقة الربط لنواة الهيدروجين، قالوا لنا بأن لينيرجي ليزون ديال لاتوم ديدروجين واش كتساوي 8.3 ميجا الكترون فولت. الوغ كنعرفوا بأن طاقة الربط كتساوي يعني الديفود ماس فوا سي او كاري، والديفود ماس ديال لاتوم ديدروجين هي لا ماس تاع بروتون، حيت الهيدروجين كتكون من بروتون واحد و الكترون. لا ماس ديال الالكترون سي نيجليجابل، دونك كتبقى لا ماس البروتون فوا سي كاري، و لا ماس البروتون بريسك ايغال زيرو. دونك البروبوزيسيون هنا قالوا لنا 8.3 ميجا الكترون فولت، فوس. بروبوزيسيون فوس، حيت لا ماس دان بروتون يعني كتلة بروتون تقريبا كيساوي زيرو. دور التذبذبات المصانة تتعلق بمميزات جهاز الصيانة. يعني هنا جهاز الصيانة غالبا كندير واحد المولد اللي كيعطينا واحد التوتر، يتناسب يعني اللي كيعطينا واحد التوتر اي جي كيساوي ار فوا اي سي بون. الوغ دور تي دائما يبقى ثابت كيساوي لا فالور دو بي راسين اي سي، ما عندوش علاقة بالصيانة، ايكال كونستانت كيتغيرش. دور التذبذبات المصانة لا يتعلق بمميزات جهاز الصيانة بل يبقى ثابت، دونك بروبوزيسيون فوس. غادي ندوزو الآن الميكانيك. إلا لاحظتو معايا السؤال 17 والسؤال رقم فوالا السؤال رقم 17 والسؤال 18 أسئلة كتعلق بليزوسيلاتور ميكانيك، صافي المتذبذبات الميكانيكية. والمتذبذبات الميكانيكية راه ما كاينينش في الأطول المرجعية، لا الامتحان الوطني ولا يعني الميدسين كلية مباراة كلية الطب والصيدلة. دونك باش ما نضيعش الوقت غادي ندوزو الحاجة اللي غادي تختبروا فيها واللي يعني موردة في الأطول المرجعية. دونك هاد العام ما غاديش يحطوا لكم لي زوسيلاتور ميكانيك. دونك ندوزو نيسان السؤال 19 اللي كاين عندكم. دونك هاد لابارتي ديال لي لوا دو نيوتن في هاد لو موفمون سيغ لو بلون انكليني افيك فروتمون سون فروتمون راه عندكم تختبروا فيه. الو السؤال 19 كيقول لا كيستيون 19، حاولوا ناخذوا هاد الفيغور اللي عطينا هنا. دونك عندنا واحد العربة، واحد القطار فوق مستوى مائي بزاوية ألفا، وغادي ندرسو حركة الصعود ديالو وبعد ذلك النزول. دونك هنايا في الصعود، حالة الصعود، غادي نبداو بحالة الصعود كما تورد في السؤال. غادي نختارو لاكس يعني محور الدراسة هو المحور او اكس، دائما محور او اكس كيكون مع منحى الحركة حيت هذا هو لو سونس دو موفمون، هذا هو لو سونس دو موفمون سي بون. دونك نقراو بعدا المعطيات ديال الاخر حيت عطينا باش عرفت لو سونس دو موفمون عرفناه بالفيكتور فيتيس. دونك فيكتور فيتيس متجه نحو الاله فيغ لو مع المحور او اكس. الو تنفصل قاطرة مؤخرة قطار خلال انتقاله فوق مستوى مائل بواحد السرعة بدئية 30 متر بار سكوند. كتلة القاطرة مع المسافرين، يعني هاد القاطرة بالمسافرين ديالها، هاد القاطرة انفصلت عن القطار والكتلة ديالها مع المسافرين هي 170 طن. والسكة قالوا لنا والسكة تكون زاوية ألفا اللي كتساوي 10 دوغري، يعني هذه الزاوية ألفا مع المستوى الأفقي. شدة قوة الاحتكاك الصلب المطبقة من كتلة القاطرة مع المسافرين، بليتو قلنا شدة قوة الاحتكاك الصلب المطبقة من طرف السكة على عجلة القاطرة هي 221 كيلو نيوتن، اللي هي 221 في 10 3 نيوتن. دونك هنا كاينين احتكاكات ما بين عجلة القاطرة والسكة الحديدية المائلة. بعد توقف القاطرة تنتقل في المنحى المعاكس. دونك في الاول بعد توقفها، دونك غادا فيغ لوهو، بعد توقفها يعني فاش كتسالى السرعة ديالها غادي تولي فيغ لوهو، يعني في حالة النزول. دونك كندرسو الصعود وبعد توقفها غادي ترجع في حالة النزول. عطينا لانتونسيتي بيزونتور هي 9.8 متر سكوند موان 2،
تحتفظ قوة الاحتكاك بنفس الشدة، يعني كتحتفظ على هذه الشدة 221 كيلو نيوتن سواء في الصعود ولا النزول. غادي نبداو بعد الانفصال وقبل التوقف، يعني حالة الصعود قالوا لنا بأن التسارع AX واش كيساوي ناقص 0.4 متر سكوند موان 2 0 وبيان 0.4. دونك هنا باش نجاوبوا على هذا التسارع يكفي أننا نديرو الدوزيام لوا نيوتن. ألوغ أول حاجة خصنا نديرو لو بيلون دي فورس، لي فورس إكزيرسي على هاد القاطرة كاين لو بوا، كاين عندنا لو بوا بي، كاين عندنا إر إن لا كومبوزونت نورمال حيت راه عندنا الاحتكاكات هنايا كيما كتلاحظو لا كومبوزونت نورمال لي كتكون دايما متعامدة على المستوى المائل مستوى التماس، هادي هي إر إن لا كومبوزونت نورمال وكتكون إيدونتيك مع لاكس إكغيك. وكاينه لا كومبوزون طونجونسييل او بيان لا فورس فروتمون كتكون دائما اوبوزي مع لو سونس دو موفمون كتعرقل الحركه ديال هذا الجسم، كننظر لها سواء اف لا فورس اف او بيان لا كومبوزون طونجونسييل. الوغ دابري دوزيام لوا دو نيوتن، دونك دابا نحاولوا نحسبوا لاكسيليراسيون دابري لا دوزيام لوا دو نيوتن. Alors, ce qu'on a la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures exercées sur le système étudié égale le produit de la masse de le système Kamel fois vecteur accélération implique. Elle a trois forces, le poids, composante normale et la composante tangentielle ou bien la force d'effrottement qui c'est le produit de la masse fois vecteur accélération. C'est bon? Fois le vecteur accélération. Taïb. دابا غادي نديرو البروجيكسيون على لاكس او اكس بار بروجيكسيون سور لاكس او اكس حيت القاطرة الحركة ديالها كتم على لاكس او اكس بار بروجيكسيون سور لاكس او اكس. دونك كنلقى بي اكس بليس ار ان اكس بليس اف اكس ايتيغال ام فوا ا اكس، حنا كنقلبو على ا اكس RNX كتساوي 0 سي لوجيك حيت RN بيربونديكولار مع لاكس او اكس، FX اوبوزي مع لاكس او اكس دونك سي موان F، بقات لنا PX نحاولو نديرو البروجيكسيون لاكس او اكس دونك هادي هي PX دونك سي موان موان PX او سونس اوبوزي ديال لاكس، وهاد لونجل الفا هي هادي، و الا درنا سينيس الفا هي موان PX سيغ P، الوغ PX هي موان P فوا سينيس alpha implique moins mg